Welcome everyone. Our lesson today is Unit 3, Lesson 5. The title of this lesson, Going Online. Now, please open your pupil's book, page 46. Going online, طبعا اتصال بالانترنت. احنا مستمرين to practice using vocabulary for computers and the internet. القطعة هنا عندنا listen and read, اصغي واقرأ. Helping my grandparents, مساعدة أجدادي. Grandparents, أجداد, جمع يعني جد وجدة. My grandparents, أجدادي. My grandparents are old now, أجدادي هم الآن يعني كبار بالعمر الآن. They both wear glasses, كلاهما يلبسون النظارات. And can't see small writing very well, ولا يستطيعون رؤية الكتابة الصغيرة بصورة جيدة. I'm going to help them to use a computer. أنا سوف أساعدهم في استعمال الكمبيوتر الحاسوب. On the internet, بالإنترنت, my grandpa, جدي, can find, يستطيع أن يجد ideas, أفكار to help with coughs and cold. أفكار تخص يعني السعال والبرد. And my grandma, وجدتي, can find lots of تستطيع أن تجد عدد كبير من new recipes وصفات for cakes and biscuits وصفات للطبخ الكيك والبسكت. نسمع التسجيل. Track 44. Listen and read. Helping my grandparents. My grandparents are old now. They both wear glasses and can't see small writing very well. I am going to help them to use a computer. On the internet, my grandpa can find ideas to help with coughs and colds, and my grandma can find lots of new recipes for cakes and biscuits. Yes. بعد ما سمعنا التسجيل شفنا انه هنا البنت راح تساعد اجدادها في كيفيه استعمال الكمبيوتر وحتى يعني يجدون اللي يعني يجدون اللي شيء اللي يريدوه من الانترنت. هنا read and complete the conversation. اقرا واكمل المحاوره. الكونفرزيشن يعني محادثه بين شخصين. كونفرزيشن محادثه بين شخصين. عندنا هنا كلمات حطيناها باللون اليلو، راح نحاول نكمل بها نستخدمها ونحطها بالمكان المناسب. هنا conversation محادثة conversation number one، محادثة بين هنا البنت والجد. المحادثة ناقصة بها كلمات ناقصة، فراح من ناخذها من هذه المجموعة الكلمات ويعني نحطها بالمكان المناسب. نشوف المحادثة الأولى first. هنا البنت راح تعلم الجد لانه قلنا هم they both wear glasses and can't see small writing very well، يلبسون النظارات وما يستطيعون ان يروا الكتابه الصغيره بصوره جيده. هنا البنت first، اولا you need to go online to find a website you want، ولا بالبدايه انت تحتاج ان تكون على اتصال بالانترنت حتى تستعمل الحاسوب وتستعمل الانترنت. لازم يكون متصل بالانترنت، يعني احنا بنقول بالعاميه مكنك على الانترنت. جو اون لاين يعني احنا بالعاميه نقولها مكنكين على الانترنت، في الاتصال مع الانترنت، بالاتصال بالانترنت. تو فايند لتجد ويب سايت. ويب سايت احنا عرفناه موقع الكتروني. يو وونت تكون متصل على الانترنت حتى تقدر تشوف او تجد الموقع الالكتروني اللي تريده انت. الجد يقولها اوكي هاو دو اي دو ذات، كيف أنا أفعل ذلك؟ كيف أنا أكون يعني أجد الموقع الإلكتروني الويب سايت؟ البنت تقول له so ذلك grandpa جدي let's search، دعنا نبحث. search قلنا نبحث. for لأجل شنو؟ أول شيء نبحث حتى نريد فد معلومة، إحنا أي معلومة نريدها. من نريد معلومة لازم ندور على موقع إلكتروني يحتوي هاي المعلومة أو بها المعلومات. إذا search for نختار a website. website الموقع الإلكتروني about حول coughs and colds. نبحث على موقع إلكتروني يتكلم حول السعال والبرد اللي حسب ما طلبها هنا الجد.
جدي يقولها اوكي وات دو اي رايت، حسنا ماذا انا اكتب؟ البنت تقول له وي كان، نحن نستطيع، لان هي وياها يشتغلون جماعه، وي كان نحن نستطيع شو نسوي؟ كاتبين لنا ان ادرس، ان ادرس احنا نعرفها موقع، عفوا العنوان الالكتروني، ان ادرس عنوان الكتروني، فلازم شنو نختار؟ كي ان، كي ان يعني نكتب، وي كان كي ان نستطيع ان نكتب ان ادرس العنوان حتى نشوف موقع، نكتب العنوان اللي نريده حتى يطلع لنا المواقع الالكترونيه تتكلم على الشيء اللي نريده، هو الكوفس اند كولز. We can key in، اخترنا كلمة key in، an address، العنوان. For example، مثال، يا أما نكتب HTTPS، نانا www، بعدين نكتب cups and calls، رح نريد نشوف أفكار حول الكفس والكولز، cups and calls، أو ما نكتب يعني هذا ال HTTPS، or we can just، نحن نستطيع فقط key in، بس نكتب cups and calls. ماكو داعي نكتب HTTPS www، ما دام انت الجو اونلاين متصل بالانترنت فماكو داعي، ممكن تكتب بس just cuffs and calls، سؤال وبرد، and click on the and click on search، تكتب cuffs and calls مكان الادريس العنوان، وبعدين تضغط click on، تضغط على كلمة search أو أيقونة السيرش حتى يبحث لك على مواقع إلكترونية، ويب سايت، مواقع إلكترونية تخص الكفس أند كوبس. هاي يعني هم بالمناسبة، يعني خاف أكو أشخاص يعني ما يعرفوا يستعملون الإنترنت، فهاي هم أنا وسيلة أعلمهم. الجد شي يقول أوكي أم كي إن كفس أند كوبس، حسنا أنا كتبت بس فقط يعني كتب كوبس أند كوبس يعني سؤال وبرد. بعدين تقول انها طلعت لهاي الصورة بالحاسوب، قلنا لوك انظر، now we can see lots of website about this، الآن نحن نستطيع أن نرى كمية عدد كبير من الويب سايت، مواقع إلكترونية كثيرة حول about this، حول الكفس، يعني من تكتب search تطلع كذا مواقع إلكترونية تتكلم على الكفس and calls. شفت؟ فجدي قالها that's fantastic، هذا رائع، fantastic رائع، let's دعنا this one، يعني this one على اي واحد، فش نسوي اي نختار واحد، فش راح نسوي على هذا الواحد حتى يطلع لنا البحث اللي نريده او المعلومه اللي نريدها، راح نختار كلمه click on، click on يعني الضغط، اذا that's fantastic، ذلك رائع او جميل جيد، let's دعنا اختارنا كلمه click on، دعنا نضغط على this one، على هذا الواحد، اشر لها على واحد من هاي المواقع الالكترونيه طلعت حتى يطلع له موضوع عن الكفس and calls. اوكي now نكمل ال conversation 1 page 47، الصفحه الثانيه. هنا البنت قالت that's right، هذا حسن grandpa، click on the title with the click on the title يعني انقر سوري انقر على العنوان، تايتل يعني عنوان، وبيش يعني يضغط كليك، يضغط بواسطة لأن يستعملوا الكمبيوتر، اخترينا كلمة the mouse، إذا that's right grandpa click on the title with the، اخترنا كلمة the mouse. الجد قال this looks interesting، هذا يبدو ممتع، هنا looks معناتها يبدو، this looks interesting. الكونفرزيشن الكونفرزيشن نمبر 2، هنا الحوار ايضا البنت راح تعلم الجده مالتها، علمت الجد شلون يستعمل يطلع موضوع اللي يخصه حول الكفس اند كولز، هنا راح تعلم الجده حول شلون تستعمل الكمبيوترز اباوت كيك، حول الكيك. فالكلمات هي طبعا بالصفحه اللي قبلها بالكلمات اللي نختارها، فانا سأكتب لكم اياها هنا بورقه حتى نشوفها ونختار الكلمة، نفس الكلمات نقلتها هنا بورقة. conversation 2، البنت تقولها لجدة first، أولا let's go on، let's go دعنا نكون يعني فراغ to find the website you want، دعنا شو نكون حتى نجد website، موقع إلكتروني اللي أنت تريدي، نختار go online، اختارنا كلمة online على اتصال بالانترنت، اذا let's first let's go اختارنا كلمة online،
على الاتصال بالإنترنت to find لنجد the website موقع إلكتروني you want أنت تريدي. جدة قالت okay how do I do that كيف أنا. طبعا هذا do هنا فعل مساعد وهنا الفعل الرئيسي مال السؤال، فكيف أنا أفعل ذلك، كيف أكون أو أضلع يعني ويب سايت موقع إلكتروني. جدة تقول العفو البنت قالت so grandma ذلك جدة let's دعنا شنو فراغ for a website about making cake دعنا شو نسوي لأجل موقع إلكتروني حول صناعة الكيك. نسوي شنو search، اخترنا كلمة search نبحث. إذا let's search دعنا نبحث for a website حول موقع إلكتروني about making cake حول صناعة الكيك. الجدة هنا قال okay what do I write ماذا أنا أكتب. البنت نفس الشيء حتعلمها مثل ما علمت الجد، قالت حتقولها we can key in نحن نستطيع أن نكتب in and when نكتب نكتب بالعنوان محق للعنوان شو نكتب an address اخترنا كلمة an address العنوان. We can key in نحن نستطيع أن نكتب an address العنوان for example مثال تقولها يا أما نكتب https www.homecakes يعني home cakes يعني cake مال بيت home cakes or أو we can just نحن نستطيع فقط key in نكتب home cakes cake بيتي يعني cake في البيت عمل cake في البيت and click on search وبعدين نضغط على كلمة search نكتب بالعنوان الان address نكتب home cakes كيك مال البيت وبعدين نضغط كليك على الايقونة او علامة التشير الى search حتى يبحث لنا على هذا العنوان اللي احنا كتبناه home cakes. فالجدة قالت okay I'm keying in home cakes حسنا انا كتبت home cakes كيك بيتي. البنت هنا قالت look انظري now we can see lots of websites انظري نحن الآن نحن نستطيع أن نرى عدد كبير من مواقع إلكترونية. طلع لنا مواقع إلكترونية كثيرة صفحة كاملة بها مواقع إلكترونية كلها تتكلم على الهوم كيكس الكيك البيتي. بعدين تختار لها فراغ حط لنا فراغ up or down to find a website that you like. عندنا هاي الايكون يسموها ايكون هاي الإشارة هاي يشير إلى شنو حتى نقول up and down أعلى وأسفل ظل حتى نجد الويب سايت الموقع الإلكتروني اللي إحنا نريده ونرغب له. فسكرول سكرول هي تختارين كلمة سكرول يعني الانتقال سكرول سكرول up or down انتقال أعلى أو أسفل to find a website that you like اللي هذه تشير إلى سكرول. الجدة that's fantastic هذا رائع let's click on this one دعنا نضغط على هذا تشير على موقع من هذه المواقع اللي شافوها بالورقة وكليك on this one. البنت that's right grandma حسنا click on the title اضغطي على التايتل على العنوان العنوان الموقع الإلكتروني نتكلم على home cakes with the mouse بواسطة الماوس. من ضغطة طلعت لها صور لإشكال كيك فقلت لها This looks interesting. هذا يبدو ممتعا. اوكي؟ عندنا البراكتس اللي بعده براكتس ذا كونفرزيشن يعني تدريب على الكونفرزيشن. هنا بالصف الطلاب كل واحد ياخذ دور الاب العفو دور الجد واخرى تاخذ دور الجده في تدريب على الكونفرزيشن والحوار حتى الطالب يتدرب على اللفظ ويتعلم الكلمات اللي نستعملها بالإنترنت. فهنا الطالب يقول Can I be a grandpa؟ أستطيع أن أكون قلنا بي أكون Can I be a grandpa؟ فتقول له Okay I'll be I'll be هبة أنا سأكون هبة. فأنت من تقول تكون grandpa فأنا راح أكون دور هبة هاي البنت. Then بعدين ثم I'll be a grandma أنا سوف أكون أخذ دور الجدة. قالها أوكي I'll start أنا سوف أبدأ. فيأخذون واحد يأخذ دور الجدة واحد يأخذ دور هبة وبالعكس يتبادلون الأدوار. أوكي
ناو راح نستمع إلى الكونفرزيشن نمبر 1 وبعدين نستمع إلى الكونفرزيشن نمبر 2. Track 45. Listen and check your answers. Conversation 1. First, you need to go online to find a website you want. Okay. How do I do that? So, Grandpa, let's search for a website about coughs and colds. Okay. What do I write? We can key in an address. For example, https://www.coughsandcolds, or we can just key in coughs and colds and click on search. Okay, I'm keying in coughs and colds. Look, now we can see lots of websites about this. That's fantastic. Let's click on this one. That's right, Grandpa. Click on the title with the mouse. This looks interesting. Conversation 2. First, let's go online to find the website you want. Okay. How do I do that? So, Grandma, let's search for a website about making cakes. Okay. What do I write? We can key in an address. For example, https://www.homecakes, or we can just key in homecakes and click on search. Okay, I'm keying in homecakes. Look, now we can see lots of websites. Scroll up or down to find a website that you like. That's fantastic. Let's click on this one. That's right, Grandma. Click on the title with the mouse. This looks interesting. Now, open activity book, page 44. Unit 3, lesson 5, exercise A. There is a mistake in one word in each sentence. Underline the mistakes. يقول يوجد خطأ في كلمة واحدة في كل جملة. ضع underline، ضع خط تحت المستيكس، الأخطاء. نمبر 1 هو حالها، طبعا نون اكسرسايز بي هو تصحيح للكلمات الخطأ. بنقول لك write the correct words، اكتب الكلمات الصحيحة. هنا الكلمات الخطأ راح نجر جواها خط ونعيد كتابتها بطريقة صحيحة. هذا كلمات تدريب على الإملاء ومراجعة لأهم الكلمات اللي نستعملها عندما نكون باتصال مع الإنترنت أو نستعمل الحواسيب مالتنا أو الهواتف السمارت فون. Number one, the enter word connects millions of computers everywhere. Enter words إحنا أخذناها له إنترنت. انترنت، فالخطأ وين؟ word. هنا هو حاط جار كلمة جار خط العفو تحت word، فهنا مصلحها number one هي انترنت. انترنت، إذا the internet صير connects، الانترنت هو يتصل millions of computers، ملايين الحواسيب everywhere، في كل مكان. طبعا هذه الخطوات كأنما يعلمنا شلون نستعمل الانترنت عندما نريد اي معلومه او موضوع نبحث عنه. نمبر 2، فيرست، اولا يو جو اون، حطينا ويب تو فايند او وات يو وانت، هو لازم شنو؟ جو اون لاين، تمام، تكون اتصال مع الانترنت، فصلحناها نمبر 2 اون لاين. اذا فيرست يو جو اون لاين to find what you want. اولا يجب يعني انت تكون اتصال مع الانترنت to find، لتجد what you want، ماذا تريد. Number 3، then، ثم، you search for a web place، كاتبنا
جرينا خط جوه place هو خطأ. website website that website قلنا شنو؟ موقع إلكتروني that you are interested in. ثم أنت تبحث لأجل يعني تبحث لموقع website الكلمة الصحيحة موقع إلكتروني اللي أنت تستمتع به you are interested in. Number four, you can key حطنا out هي الصح شنو؟ You can key in. إذا جرينا خط جوا كلمة out وكتبنا in هنا number four. Then you can key in أنت تستطيع أن تكتب إن key in يكتب an address العنوان if you know it لو أنت تكون تعرفه. هنا it ضمير بدل address address غير عاقل ضمير it. Number five, when you want to see more about something or your screen يعني الشاشة مالتك just حاطب إن clock on it هي مو كلوك كلوك ساعة تمام ساعة فلازم شو تصير click on it number five صار عدلناها الكلوك جرينا خط جواها صارت click on إذا عندما أنت تريد when you want to see عندما أنت تريد more about something يعني أشياء كثيرة أشياء تشاهد أكثر على بعض الأشياء something on your screen على الشاشة مالتك شاشة التليفون أو شاشة التابلت أو كمبيوتر just فقط شو تسوي حتبدي تشوف هذا الشيء اللي تحب اللي تريده just click on لو click in click on then نحذف الكلوك وتصير كليك just click on it فقط تضغط على المكان اللي تريد تشوفه number six I want to search for information about making cakes أنا أريد أن أبحث حول معلومات information معلومات حول صناعة making cakes صناعة الكيك here is هنا an interesting كاتب لنا dress dress يعني هنا أنا ثوب يعني لازم هنا شنو يعني نشوف نبحث على موقع أو معلومات حول صناعة الكيك مو dress ثوب address العنوان فكلمة dress ثوب خطأ لازم تصير address عنوان إذا an interesting address موقع عنوان ممتع اللي هو مثلا كاتب لنا https www.homekicks واضح؟ إذا جرينا خط جوا address أنا ثوب هي address عنوان number 7 now school up and down to see more web pages الآن قول سكول أب أند داون لو سكرول سكرول الانتقال مو سكول إذا جرينا خط جوا سكول وحط كتبناها الصحيحة هي سكرول أب أند داون الآن سكرول أب أند داون يعني ننتقل أعلى أو أسفل من الصفحة تطلع لنا أعلى أو أسفل تو سي نرى مور ويب بيجز يعني نرى صفحات إلكترونية أكثر تتكلم عن الموضوع اللي إحنا بحثنا عنه نمبر 5 سوري نمبر 8 using استعمل your house or touch screen to find what you want is calling navigating نستعمل your house احنا house ونستعمل شنو or touch screen touch screen قلنا الشاشه اللمس شاشه اللمس مال ممكن التابلت or السمارت فون لو house كلمه house خطا جرينا خط هي ماوس الماوس هذا الجهاز الصغير يوضع بجانب الحاسوب تمام اذا using your mouse مو house صلحناها mouse استعمل الماوس مالتك your mouse or touch screen شاشة اللمس to find تجد what you want ماذا تريد انت is وهذا يسموه is calling navigating يسموه الانتقال تتنقل من صفحة إلى صفحة من موقع إلى آخر عن طريق الماوس أو عن طريق التاتش سكرين أوكي وهي صلحناها الكلمات اللي خطأ وهي كلمة تدريب على الإملاء ناو نائتنا نهاية الصفحة لوك ملاحظة the internet the web but a website an address نحن we say يقول we نحن نقول the internet and the web
because there is only one. هنا قلنا ذا، طبعا ذا مرة تنقري تنقري ذا ومرة تنقري ذي، من كلمة تبدي بحرف ألا بعد تبدي بحرف ألا نقري ذي the internet، لكن إذا الكلمة بعد الذا ما تبدي بحرف ألا نقراها ذا، واضح؟ ف the internet the web but a website and address. الذا والأ والآن هاي كلها أدوات تعريف نعرفها. الأ والآن نسموها أدوات نكرة، والذي نسميها أداة تعريف. من نقول ذي يعني نقصد به شيء محدد، شيء واحد، يا أما هو واحد فقط موجود بكل العالم أو فد شيء محدد. فمن نقول the internet يعني بس هو الإنترنت، يعني ماكو إنترنت ثاني، يعني بالعالم كله هو إنترنت واحد، تمام؟ فنقول the internet يعني هذا الإنترنت. The web، the web يعني الشبكة، شبكة الإنترنت أو شبكة قلنا شبكة العنكبوتية العالمية، شبكة الإنترنت. The web أيضا شيء، شبكة وحدة، شبكة الإنترنت الوحدة بالعالم كلها، فهي قلنا يعني محددة نحددها. But لكن a website، a website شنو؟ موقع إلكتروني. قلنا a website ليش؟ لأنه مو بالإنترنت بس أكو موقع إلكتروني واحد، ملايين المواقع الإلكترونية موجودة، تمام؟ فهنا من مرد مدى نحدد شيء، مدى نحدد فد موقع معين، نقول أو ويب سايت، ابحث عن موقع إلكتروني أو ويب سايت. طبعا حطينا A لأنه كلمة ويب تبدي بحرف مو صح صحيح، فحطينا قدامها A. أو أن أدريس، أن أدريس يعني عنوان، أي عنوان، ملايين العناوين موجودة بالإنترنت، تمام؟ العناوين الإلكترونية. فهنا أنا ما محددة، ما هي وحدة بس نوع واحد، بس عنوان واحد. فهنا أنا نكرة يعني لأنه ملايين العناوين، فحطينا أن. طبعا هي الآن والآ هي نفس الاستعمال، لكن أنا حطينا أن لأنه تعرفوها هاي القاعدة، لأنه أدرس العنوان بادي بحرف أي، والأي هو حرف ألا vowels، فحطينا قدامه أن. لكن الويب سايت هو حطينا A لأنه ال W مو vowels consonant، حرف صحيح. Okay. We say نحن نقول the internet and the web because there is only one. احنا نقول the internet بالعامية، نقول the web لأنه بسبب يقول لك there is only one، هو بس هذا الواحد موجود، فقط هو هذا، فمحدد معرف. ليش نقول أداة تعريف؟ قلنا the أداة تعريف، وهنا الأي والآن هي أدوات نكرة، فما دام معرف ومحدد وماكو غيره فحددناه، فما نقول عن انترنت ولا نقول ويب، نقول ذا ويب، الشبكة، شبكة الانترنت. You know، أنت تعرف other words، كلمات أخرى that are like this، تشبه هاي الأشياء. مثلا نقول the sun، ما نقول الصن، ما شفت يوم قرأت بالكتاب وقل شفت قرأت الصن، كل ذا الصن. The moon القمر، the world العالم، يعني يقصد حاط لنا يساوي هذا equal our world يعني عالمنا هذا. ليش حط من نريد نتكلم بالصن or moon or world العالم، ما نقول a ولا نقول an، لأنه هو بس واحد يعني محددة معرفة. ليش نقول ذا أداة تعريف؟ The sun يعني شمس وحدة بالكون كله، هي شمس وحدة معرفة محددة كل الناس تعرفها، تمام؟ ماكو غير شمس حتى نريد وحدة نعرفها وحدة ما نعرفها. فنقول دائما the sun. The moon القمر هو واحد. The world العالم يعني our world العالم مالتنا هو واحد because there is only one، فقط هو هذا الواحد معرف محدد. فمن نكون شيء معرف ومحدد نستعمل وياه ذا، لكن شيء يكون نكرة ما محدد ما معرف نستعمل وياه A إذا كان بادي بحرف كلمة تبدي بحرف consonant صحيح، أو قدام نقول an إذا كانت الكلمة بادية بحرف vowel إلا، تمام؟ يعني ما محدد قلنا شنو محدد، يعني لأنه أكون ويب سايت موقع إلكتروني، ملايين المواقع الإلكترونية، ملايين العناوين الإلكترونية، تمام؟ فهاي ما محددة،
ما دا نحدد احنا في عنوان محدد ولا دا نحدد في الموقع، نقول موقع الكتروني، فقلنا ايه اور ان، لكن الشيء المحدد والشيء there is only one، فقط هو هذا ماكو غيره، نستعمل وياه. ما نقول a sun نقول the sun، ما نقول a moon نقول the moon، ما نقول a word نقول the word. اوكي rivers الانهار have the، ايضا الانهار تاخذ كلمه ناخذ the، ما نقول a، مثلا نقول the Euphrates. Euphrates الفرات، بس الفرات واحد، ماكو فرات بغير دولة نهر الفرات. The Tigris، Tigris دجلة، اكو ماكو نهر دجلة بغير دولة، هو دجلة والفرات فقط موجودين بالعراق، تمام؟ فمن نستعمل مع الأنهار نقول the Euphrates sorry the Tigris دجلة، فما نقول a Tigris، ما نقول a Tigris، لانه شيء محدد واحد، فهاي تفرقون بها اثناء واحد الكلمات او تجي بالفراغات بالجرامر. شوف شوف الكلمه مثلا ويحط لك تحط ذا لو تحط ا او تحط ذا او تحط ان، مثلا يحط لك ويب وحط لك فراغين، يقول لك تستعمل قدامها ذا لو تستعمل قدامها مثلا ان، تستعمل هذه ليش؟ لان هي شبكه واحده. انترنت تحط قدامها ذا لو تحط قدامها مثلا ان، تحط قدامها ذا، تمام. ادريس شو تحط قدامها ان لو تحط قدامها ذا، تحط قدامها ان، لان ملايين العناوين الالكترونيه. وهكذا ذا تايجرس الدجله، حط نقول عليه اتايجرس اتايجرس لو ذا تايجرس، لا ذا تايجرس. اوكي Now page 45, activity book, exercise C. Listen and read. Coughs and colds can you make you feel feel very unwell. يقول لك البرد والسعال ممكن أن يجعلوك تشعر بعدم التحسن. لو نتذكر what website was Hiba's grandpa interested in. ما هو الموقع الإلكتروني اللي كان هبز جراند با يعني مستمتع به ويريد يتعرف عليه؟ هو الـ colds and coughs، تمام؟ ذكروها colds and coughs. إذن هنا بهذه القطعة راح نتعرف على الـ information about هبز جراند با sorry found online. okay colds and coughs can make you very feel very unwell. طبعا هذه القطعة اللي تعرف عليها وشافها الهبز جراند با كلمات ناقصة هنا موجودة بهذا الاكسرسايز دي، يقول لك read coughs and colds again and write the missing words، واكتب الكلمات الناقصة. الكلمات الناقصة هي bed فراش، nose أنف، throat حنجرة، water ماء، hot حار، headache صداع. When you have a cold or cough، عندما أنت تكون في حالة برد أو سعال، you can feel what، حاطنا or cold طبعا hot. طبعا شوفوا الاختيار تشوفوها من إذا قدر نقرأ تشوفوه سهل، لأنه تعرفون المعنى. إذا إحنا نرجع ونأكد يعني مرارا وتكرارا، المعاني ضروري في فهم ومساعدتك بالحل وتحصل درجة جيدة بالامتحان. إذا من قاعد تعرف المعنى تقدر تستنتج وتختار الجواب الصحيح. You can feel، إذا حطينا or cold، إذا من تكون عندك cold on cuffs إذا ممكن تشعر يا أما بهوت حرارة or cold برد. Your temperature can be high، temperature درجة الحرارة، حرارة الجسم، درجة حرارتك ممكن أن تكون مرتفعة، high عالي يعني مرتفع. You can have a، أنت ممكن أن يكون عندك have، عندك شنو؟ نختار من هاي الكلمات a headache صداع، and have a sore ماخذيها احتقان، sore what؟ sore throat احتقان البلعوم أو الحنجرة. Sometimes في بعض الأحيان you feel tired، أنت تشعر بتعب، and do not feel like eating، ولا تشعر برغبة بالأكل. طبعا هاي همنا تشبه النصائح العامة واحد المفروض يتبعها في حين من يكون عنده cold or coughs. أنا قلنا
sometimes you feel tired and do not feel like eating. You will probably يعني احتمال أو من الممكن have a rainy شنو؟ rainy nose. rainy nose يعني سيلان في الأنف. سيلان في الأنف. two أيضا. colds are not made better by medicine. البرد يعني ليس يعني are not made يعني ما يكون أحسن بواسطة المديسن، يعني البرد هو ما يطيب يعني تاخذ علاج دواء وتكون أحسن. Your body جسمك will stop سوف يتوقف the cold and coughs cough sorry الجسم يتوقف عن البرد والسعال by itself بنفسه، يعني مو ضروري واحد من شوية يصير عنده قحة أو يصير عنده برد رأسا يحاول يعالجه بالمديسن بالعلاج، لأنه هي هاي فترة بالجسم شلون نقول الإنفلونزا هي البرد والسعال، هي فترة يعني دورة بالجسم وبعدين تروح من كيفها. ف your body will stop cold and cough by itself بنفسه. The best thing أفضل شيء to do أن تفعله is rest. هي الإنفلونزا cold and cough هي إنفلونزا. أفضل شيء أن تفعله هو الريست الراحة or go to شو نختار؟ go to bed اذهب إلى الفراش تمام ترتاح أو تذهب إلى الفراش. Remember تذكر to drink أن تشرب lots of كمية كبيرة من شنو تشرب؟ من الاختيارات water كميات كبيرة من الماء or hot drinks like tea with honey and lemon أو تشرب يعني مشروبات دافئة hot drink مثل تي الشاي مع أو شراب الهاني and lemon شراب العسل والليمون. إذا هاي الوسائل هو الريست والgo to bed drink lots of water drink يعني hot drinks مشروبات دافئة like tea مثل الشاي with honey and lemon مع العسل والليمون. You should sneeze into a tissue to stop other people getting your cold. يعني يقول لك you should احنا اخذناها ينبغي سنز يعني تعطس into a tissue يعني الكلينكس نقول عليه منديل ورقي. يجب عليك ان تعطس في المنديل الورقي. ليش؟ to stop أن توقف حتى توقف other people إنه الناس آخرين getting ياخذون your cold يعني ياخذون من يعني البرد أو شلون نقول الحين يعيدون من عندك getting your cold يعني ياخذون البرد منك أو ينعدون مثل حالتك تصير. إذا should sneeze into a tissue to stop other people getting your cold. راح نسمع التسجيل مرة ثانية من عفوا القطعة نسمعها بالتسجيل. Colds and coughs can make you feel very unwell. When you have a cold or a cough, you can feel hot or cold. Your temperature can be high. You can have a headache and have a sore throat. Sometimes you feel tired and do not feel like eating. You will probably have a runny nose too. Colds are not made better by medicine. Your body will stop the cold and the cough by itself. The best thing to do is rest or go to bed. Remember to drink lots of water or hot drinks like tea with honey and lemon. You should sneeze into a tissue to stop other people getting your cold. Now exercise E, listen and say the rhyme. اصغي وقل هذه الأغنية أو القافية الكلمات ذات وزن وقافية. عنوان الأغنية مالتنا سينز رايم العطاس. طبعا هي أغنية وعن طريقها يعني يعطيك بعض الإرشادات تستعملها في حالة عندك سنيزينج يعني عطاس وكفس سعال. يقول لك are you sneezing? are you coughing? cover your mouth غطي فمك.
get a tissue يعني أخذ المنديل. Blow your nose نظف أنفك. Throw the tissue away ارمي بعد ما تنظف أنفك ترمي المنديل away بعيدا. طبعا نقصد به بعيدا يعني مو بالأرض، نقصد به بعيدا بالمكان المخصص إلي. طبعا Don't forget to wash your hands لا تنسى أن تغسل يديك بعد ما استعملت المنديل ونظفت أنفك. Yes, wash your hands. نعم اغسل يديك حتى لا تنتقل العدوى مرة ثانية يعني إليك. أوكي راح نسمع الأغنية. Track 47. Listen and say the rhyme. Sneezing rhyme. Are you sneezing? Are you coughing? Cover your mouth. Get a tissue. Blow your nose. Throw the tissue away. Don't forget to wash your hands. Yes! Wash your hands! Okay, that's the end of today's lesson. Thank you very much and good luck.